فرحان لهاد المسؤولين اللي شرفوني وداروا لي التكريم في هاد مدرسة المهندسين، الله يخليهم. انا هاد التكريم ما كنحس بيه غنيا، كنحس بيه انه تكريم جميع الفنانين الحاضرين دابا معنا ولا اللي ما حاضرينش معنا، يعني تكريم لكل شيء هاد الفنانين الموجودين في هاد الارض السعيده. التكريم ديالو فعلا حسيت بان حتى انا كنتكرم، وهي تحققت، وبلي جميع الممثلين كذلك شخصه كيتكرموا كذلك، فهنيئا لك يا حبيبي نور الدين. انا اليوم فرحان وفرحان للتكريم ديال عمي نور الدين بكر، اللي من بعد الله هو من الاسباب اللي خلاوني ندير التمثيل، وما عمرني قدرت نقولها حيت ما تحتش ليا فرصه نقولها قدامه، نعترف زعما قدامه. اليوم الحمد لله تحت ليا الفرصه وغادي نقولها. هذا ليفينمون سي اون سورس انسبيراسيون بور لي ستوديون، و ديما تنستغلوا هذه الفرصه هذه باش نقدموا واحد، نردوا واحد شويه من الجميل ديال بزاف ديال الناس اللي عطاونا بزاف مجموعه من الميادين. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نقوموا بتكريم استاذ نور الدين بكر، وبنفس المناسبه هذه مفاجاه للجميع بان غادي نكرموا حتى الاستاذ عبد القادر مطاح. بالنسبه لنا حنا كنديروا هذا ليفينمون هذا باش نبينوا لي جون زيتوديون ولي نوفو زيتوديون اللي كيجيو للام سي، كو مهما يتعرضوا للصعوبات يدوف بوفوار لي سور باسي باش يقدروا رياليزي لي غيف ديالهم. Donc c'est pour ça aujourd'hui on a parmi nous monsieur Nour الدين بكر اللي تعرض لبزاف ديال يعني كومون دير il a été beaucoup تنسيناه ديال بصح parce qu'il a été oublié من الصحافه من plutôt مخرجين و رجال اعمال. دونك aujourd'hui حنا لي زيتوديان ديال ام سي on a voulu lui faire un hommage parce que il mérite cet hommage là. C'est une personne اللي عطى بزاف للمسرح المغربي وكذلك الشاشه المغربيه دونك بالاعمال ديالو. كذلك كاين الاستاذ عبد القادر مطاع اللي حتى هو فنان اللي عطى بزاف للشاشه المغربيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.